عن ايه يا واد؟ ها؟ ايه هو اللي يفك عنه؟ قول لي، ما هي افلام السبكي دي هي اللي بوظته. فين نبيله؟ نبيله؟ ولا رجعت عليا دي جت. بطل اللي انت بتسمعه ده، العيال بتقلدك يا بلبله. هو في احلى من الشعبي؟ انت قدوه بتاع النجفه. ايه؟ كل عايز كورن فليكس. كل ترجع عايز كورن فليكس. ملك اوعي تعملي كده. ازيك انت؟ انت مش الرهيب اللي عندكم دي؟ عاملين حفلة ولا ايه؟ لا يا سيدي، فرع عزبنا انا واهلي. هاي يا مدام ناني. هاي يا مدام اكرم. خلود، ايه ده؟ انت الفار لعب في عبك ولا ايه؟ اكرم، الفار هزاني وبهدلني قدام العيال. شوف لك حل. تقلقش. هو ايه، معقولة كده؟ من غاب القط تلعب يا فار؟ طيب خلاص. اديني يا ملوكة ادوات الصيد دي. معلش يا جماعة، سوري. ما هي بتبقى كده يعني، الفار بيبقى في عبك ويقسم لغيرك. أنا جيت أهو عشان أستلم الوردية. كويس إنك جيت أحسن. ماما أنا سايبها من الصبح تعبانة والله، حتى جبت الدادة معانا عشان تشيل آسر. يلا باي. على فكرة، يبقى بص على عمر الكابتن من شوية بستفه بستفة جامدة جدا. قلت له لما مامته تيجي يبقى أحكي لها، بس انا ما قلتلكيش حاجه. احسن الولد يقول لي يا فتان. يلا معاكم ربنا. فتانو، انتوا بتتمرنوا مع الكابتن طوحه الوحش. انا كنت باخد غطس من هنا اطلع في اولمبياد بكين. انتوا عارفين اللي هيلمس بعد 37 ثانيه هتلقى ليه ايه؟ صوديا. اتفضلوا اغرقوا. ميرسي يا فندم، ذوقك في الصابون الصيفي يجنن يا فندم. مستنيين السينيهات بتاعت الشتا. يا ريت حضرتك تتمرني معانا الكابتن جمعه الوحش، برايفت ترينر يا فندم. لو حضرتك اتمرنتي الواد هياخد دهب. يا نهار اسود، العيال غرقوا ولا ايه؟ يا واقعه سودا يا ولد. انت كده هتبوظ، بقالك ساعتين في الميه. للدرجه دي بتحب الميه؟ العكس، انا اصلا بكرهها. لو ما طلعتش هفتح الباب. افتحي، انا اصلا لابس المايو. انت مش قلت لابس المايو؟ بس انا شفت كل حاجه. بصي بقى، انا اداله وفيه مكفيني مش عايزه اغير حد. ولا ولا ملبوس. نام يا حبيبي، نام وانا بكره هجيب لك كل اللي انت عايزه، بزازات وكل حاجه. عشان خاطري ابوس ايدك. ابوس ايدك، اصل امك عندها 3 دقايق وبعد كده بتنام على طول. انا هنام فوق. لا، انا اللي هنام فوق. في حد يضرب اخته؟ تعالي. انا شخصيا طول عمري كنت بنام تحت. وكان عندك اخت بتعمل بيبي عليك من فوق؟ لا، يبقى خلاص انا هنام فوق. ده انا اتعملت بيبي. طب ايه رايكم كلنا ننام مع بعض؟ جيت هتنامي معانا؟ يلا قولي بقى. مالك؟ ماليش. كابتن جمعة قال له هيخرجوا من بطولة السباحة. هيخرجوا؟ هيخرجك ليه؟ مش عارفة ليه؟ عشان محدش بيدينا الضرب. جدو هنا أنا مصومين بعد التدريب، عشان جدو بيسوق زي السلحفة، وهنا أنا متأكلين قبل التدريب، بقيت مش بعرف آخد نفسي، وكل أصحابي عندهم مايوهات ونضارات ماركات، وأنا اللي بتدرب المايو بتاع البحر. لوزر لوزر لوزر. أنا مش لوزر يا مرك، أنت اللوزر، وكل المدرسة بتاعتك بتروق عليك بالثانية بتاعتك دي، ومحدش أصلا محبك. أنت بس ما تتخانقوش، وانا هوديك التدريب، وكابتن جمعه ده بقى سيبهولي انا. وانت يا كلب هجوعك قبل التمرين لحد ما تقول حقي برقبتي.
يا ابني ولا لا ده انت ما تعرف ليش انا بقالي ساعتين بنايم فيك وتيجي تصحى دلوقتي عيب لا 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 وكمان تلفزيون ما ينفعش خالص يا حبيب قلبي ده انت شكلك مفوق تغلط فيا تغلط فيا ياسر تغلط في باباك حبيبك اللي رباك وكبرك وخلاك راجل مال هدومك ماشي يا ياسر انتوا عارفين بتفكروني بنفسي وانا صغيره ما كنتش بعمل كده خالص يلا صباح الخير مامي 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 إيه؟ مامي بكره اجازه مش عايزين ننام دلوقتي انا مش عايزه تنام يا ولاد اصل ابوكوا عايز عايز صحيح عايز ايه يلا ملوش نصيب احسن اصله فقري يلا تعالوا